حضرتك طبعا كل ما هو جديد متعلق بالقناه، تضاعف الايرادات، سجلنا اعلى ايراد هذا العام في هذا الشهر في تاريخ قناه السويس الشهر الماضي شهر 8، نتوقع زياده كمان الايرادات، وعندنا طموح دايما انه المورد او احد الموارد الرئيسيه للدخل القومي والعمله الصعبه تتزايد كمان ارباحها. حضرتكم بصدد قرارات جديده، لو توضحها لنا يا فندم نكون شاكرين فضل حضرتك. اولا اهلا بحضرتك طبعا استاذ المشاهدين. احنا فعلا نزلنا النهارده القرار اللي هو هنزود فيه رسوم العبور السفن بنسبه 15% لكل السفن عدا سفن اصطاب الجاف والسفن الساحليه بنسبه 10%. طبعا ده درس كويس جدا في اداره التخطيط عندنا والبحوث، بندرس لشهور يعني، مش يعني بعد اول ما تعدي النص الاولاني من السنه بنبدا ندرس هنعمل ايه في الزيادات او التخفيض او الثبات، يعني مش شرط بكل مره في زيادات طبقا للاحوال وطبقا للمعايير والمتطلبات اللي بتبقى معانا يعني. فمثلا احنا المبررات بتاعتنا لزياده الرسوم دي، اولا الصندوق النقد الدولي يتوقع استمرارها معدلات النمو الايجابي للاقتصاد العالمي خلال 23 بنسبه 2.9%. الصندوق النقد الدولي برضه بيقول ان في نمو للتجاره العالميه خلال 23 بنسبه 3.2%. طبعا ارتفاع معدلات التضخم طبعا حضرتك عارف العالميه تزيد من 8%، ده بيؤدي لزياده تكاليف تشغيل والصيانه بالنسبه لقناه السويس والوحدات اللي شغاله. يا احمد عايز اقول بس الناس تبقى عارفه يعني احنا من 25 ل 30 قاطره يوميا بتجوب قناه السويس كلها مع الكونفوي اللي رايح او من الجنوب للشمال او من الشمال للجنوب، وزيهم الانشات الارشاد. فطبعا دي بتبقى استخدام وقود، استخدام قطع غيار، العمر افتراضي الوحدات، فدي من ضمن الحاجات اللي هي برضه بتؤدي ان احنا نعمل زياده عشان نتواكب مع التضخم الموجود او ارتفاع الاسعار الموجود. برضه توقع استمرار ارتفاع اسعار البترول الخام فوق 90 دولار، وده بيخلي ان في زياده توفر للسفن تحققه لما تعبر قناه السويس عن طرق الاخرى، يعني كل ما الوقود بيزيد يبقى قناه السويس افر اللي هي الطريق الاقصر ما بيستخدمش فيها وقود كبير، وده برضه بيتماشى مع القرارات اللي اصدرتها المنظمه البحريه الدوليه للتشريعات البيئيه بخصوص الانبعاث الكربوني ان هو يقل عن 5%، وبالتالي استخدام قناه السويس هيتوافق مع المعايير البيئيه لسنه 23. برضه التأجير اليومي للسفن زاد بنسب كبيره جدا، منها نقلات البترول مثلا البترول الخام بالذات يعني دي نزلت بنسبه 88%، نقلات الغاز الطبيعي زاد بنسبه 11%، ناولين الشحن كلها زادت بنسب كبيره جدا. كل دي يعني حاجات بتخلينا نحطها في الاعتبار يعني واحنا بنحسب الزيادات اللي ممكن نعملها خلال السنه، او نثبت الاسعار او نقلل الاسعار زي ما احنا عملنا يعني في 2020 في كورونا عملنا تخفيضات من 17% ل 75%، وكانت الامور ما كانتش تسمح نعمل زيادات خالص. قعدنا 7 سنين على فكره قبل كورونا ما بنزودش خالص، مثبتين الاسعار يعني تبقى كل سنه تبقى للظروف بتاعتها. دي نقطة مهمة قوي سيادة الفريق. أولا برحب بحضرتك طبعا معنا في 90 دقيقة، والحقيقة اللي حضرتك بتقوله دوت بيصب فكرة بالفعل الدراسة اللي حضراتكم بتقوموا بيها للسوق الملاحي لطبيعة الظروف الاقتصادية العالمية قبل اتخاذ أي قرار. وهنا برضو يهمني إن احنا نفهم من حضرتك أكتر أو تأكد لينا إنه حتى بعد هذه الزيادات بتبقى قناة السويس هي الممر الملاحي المفضل أو يعني اللي برضو بيوفر تكلفة كبيرة على بقية سفن في المرور ونقل البضائع حوالين العالم، او نحن بنحفظ برضو لنفسنا الميزه التنافسيه وسط يعني الخريطه الملاحه الدوليه. دي حقيقه يا فندم، طبعا واحنا بنعمل حسابات دي حاطين في حساباتنا طبعا العملاء، وان احنا ما نخسرش او ما نفقدش اي عميل، يعني حساباتنا كلها بتبقى عامله حسابات ان انا بديله وفره في العبور في القناه، امان في عبور القناه بيعدي 11 ساعه مده صغيره، امان كمان في العبور نفسه، تامين ل حاجات كتير جدا بياخدها، البضاعه بتوصل في ميعادها ميعاد مبكر على انه يلف من طريق ثاني ياخد 3 أسابيع 4 أسابيع. فدي طبعا دي بتبقى في حساباتنا ان احنا العميل بتاعنا هو اهم حاجه، لكن الزيادات دي احنا طبقا ما تماشى مع السوق مع متطلبات السوق والزياده والنقصان طبقا السوق. لكن عايز اقول حاجه كمان، ان احنا برضه بنفضل ماسكين في ايدينا حاجه اسمها السياسه التسويقيه المرنه، يعني برضه احنا خلال السنه الجايه احنا مش هنقول يعني لو حصل حاجه لا قدر الله مخالفه للتوقعات الدوليه وصندوق النقد الدولي والحسابات بتاعتنا، بيبقى عندنا حاجات مرنه نقدر ممكن نعملها، ممكن ننزل مشروع ثاني نقلل او نعمل تخفيض لبعض السفن المحدده اللي يحصل فيها الموضوع دوت بنسب محدده بحيث برضه افضل جاذب ليه وما يعبرش من طريق اخر. يعني برضه احنا ما بنقولش احنا متجمدين، انا هنزل دي من اول يناير، لكن لو حصل اي تغير
معاكس للحسابات والتقديرات اللي حصلت بسبب صدودنا الدولي او الحسابات اللي احنا عملناها، يبقى احنا برضه في ايدينا سياسه ماليه ان ممكن نعمل تخفيضات في المؤشرات يعني نصوب الموضوع ده اللي هي فكره المرونه. طب برضه عايز اعرف من حضرتك سياده الفريق، القرار دوت او زياده الرسوم بهذه النسبه المقرره، العوائد المتوقعه، العوائد الماليه بقى المتوقعه منها بالعمله الصعبه حسب تقديرات حضراتكم المبدئيه ممكن تبقى قد ايه؟ يعني احنا بنتكلم على في السنه يعني 700 مليون دولار تقريبا، حاجه زي كده. 700 مليون دولار. طب سياده الفريق، يعني برضو كنا لسه بنتابع الاحوال الاقتصاديه، وحضرتك طبعا تعلم اكثر من معطى الان ايضا عالميا، يمكن اخرها البنك الدولي بيشير الى احتماليات ركود عالمي بشكل او باخر في 2023. نعلم جيدا ان قناه السويس تستعد دائما بامتيازاتها المختلفه وايضا ما تقدمونه من يمكن أشكال تسويقية كمان مبتكرة. هل تعتقد أنه ممكن نتأثر بشكل أو بآخر بالظرف العالمي واشتداده في العام المقبل، ولا زي ما بيقول بعض الخبراء أنه هيكون في ازدياد على طلب الطاقة من الشرق الأوسط فربما ده يعوض ده؟ حضرتك طبعا أدرى منا وأفهم، فلو حضرتك تقول لنا برضو. طبعا هو في سوق الطاقة والغاز من الجنوب طبعا الشرق الأوسط هيبقى عليه طلب كبير بالنسبة لأوروبا خلال الفترة القادمة، خلال السنة الجاية كلها، وبالتالي بقى في عبور سفن أكتر، وده اللي حصل معانا على فكرة من شهر 8 اللي فات وشهر 9 اللي احنا فيه دلوقتي، إن عدد سفن الغاز والبترول كانت بتيجي من الجنوب عشان لأوروبا بعد ما توقف الغاز والبترول من روسيا. فدي برضه من ضمن السبب بتاعتنا إن احنا في سوق جديد زاد عدد المراكب بتاعته وعدد الحملات والعائد بتاعه، فدي برضه من ضمن الحسابات. لكن احنا بنقول ان احنا صندوق النقد الدولي دايما بيبقى يعني نسبه فوق 90% بتبقى تقديراته بتبقى صحيحه، فهو بيتكلم على ان في نمو ايجابي للاقتصاد العالمي بنسبه 2.9%، في نمو في التجاره العالميه بنسبه 3.2% السنه الجايه، وبالتالي احنا برضه بنمشي مع ده وعلى حساباتنا احنا مع كل السفن او الخطوط الملاحيه. يعني عايز اقول ان في قناه السويس احنا دار التخطيط والبحوث دي بتنقسم الى كذا قسم، كل قسم بيتولى نوع معين من السفن، يعني في قسم السفن الصب الجاف، في قسم السفن الحاويات، قسم السفن البترول والغاز، كل واحد بيدرس كويس جدا وعلى اتصالات بكل التوكيلات وعلى اتصالات بكل الخطوط وعلى النت ويشوف الحركه بتاعه الوحدات دي بتحصل ايه والبنى بيحصل ايه والتاجير بيحصل ايه، يعني في حركه دائمه ويوميه مع الحسابات دي عشان نقدر نقرر في الاخر احنا هنعمل ايه. طيب سيادة الفريق، برضو كنت عايز أسأل حضرتك عن اللانشات السياحية، هل هتسري عليها الزيادات دي وهي طبعا لا تحمل البضائع، ولا يكون لها وضع مختلف أو خاص؟ احنا حاطين السفن السب الجاف طبعا السفن السياحية الزيادة 10% بس مش 15% طبعا، لأن السفن السياحية لسه هي تعافت السنة اللي فاتت بس ما تعافتش بالقدر الكافي إن أنا أزودها، لكن احنا حاسين إن الحساب بتاعتنا إن نسبة 10% هي مناسبة بالنسبة للسفن السياحية، لأن ضربات التشغيل بقى عليها بقت كتير، أصبحت تعبر في قناة السويس بكميات كبيرة، السياح بدأوا يرجعوا تاني للسوق بعد ما كانت وقفت في 2020، كل ده خلانا ان احنا نتشجع ان احنا نزود السفن الساحليه بنسبه 10% لكن مش 15% لان لسه ما تعافتش تماما، يمكن السنه الجايه لو تعافت قوي هنشوف كل الظروف طبعا حساباتنا تعمل ازاي.